الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق، نشرة الأخبار مع حسين الفياض. وفي أبرز العناوين: وحدات من الجيش تسيطر على عدة أحياء في حلب، من بينها كرم الدادة وكرم القاطرجي والشعار والمرجع. سوريا تدين القصف الذي استهدف المشفى الميداني الروسي الذي يقدم الرعاية الصحية لضحايا الإرهاب. نتنياهو يغازل ترامب متوقعا المزيد من دعم سياساته الاستيطانية في فلسطين المحتلة. الثامنة مساء في دمشق، حياكم الله إلى النشرة الرئيسية. سيطر الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة على حي الشيخ لطفي شرق حلب بعد أن كبد الإرهابيين خسائر فادحة. مراسل الإخبارية السورية وليد هنايا والتفاصيل. سيطرت قوات الجيش العربي السوري على تلة الشيخ لطفي، هذه التلة التي تمتاز بأهمية استراتيجية كبيرة، هي تشرف بشكل تام على كامل منطقة الشيخ لطفي، وبالتالي أيضا السيطرة النارية على طول منطقة الشيخ سعيد. وهذا التمهيد الذي يأتي أمامنا الآن والذي نشاهده عبر الشاشة الإخبارية السورية يأتي باتجاه منطقة الشيخ لطفي، والعمليات المكثفة أتت من قبل بواسل الجيش العربي السوري، كبدت الإرهابيين أعداد كبيرة من القتلى، وهذه دماء المسلحين الذين تم سحبهم من قبل الفصائل الإرهابية باتجاه النقاط الأخرى. تم كسر تحصين العدو واستحلينا التلة، عنه التلة كتير قدمت شهداء من الجيش واللجان الشعبية سابقا، وهلا نحن سيطرنا ناريا على الشيخ لطفي كاملا والمرجي، وإن شاء الله قريبا راح نتقدم باتجاه العدو بيسحقوا في الشيخ لطفي والمرجي. نتابع الآن مطار حلب الدولي ومضمار هذا المطار، وبالسيطرة على تلة الشيخ لطفي تكون أيضا الأهمية بتأمين مطار حلب الدولي بشكل أكبر من ضربات المجموعات الإرهابية المسلحة ودحرهم إلى مبعد تلة الشيخ لطفي. نشاهد في عمق الشاشة الإخبارية السورية قلعة حلب، هذه القلعة التي يعمل باتجاهها الجيش العربي السوري من محور مشفى العيون التي تقدم إليها يوم أمس والسيطرة عليها بشكل كامل. مسافة 1 كيلو متر تفصل قوات الجيش العربي السوري عن قلعة حلب، وبالتالي إطباق الحصار على عدد من المسلحين داخل منطقة قرلق وامتدادا أيضا إلى منطقة البياضة وباب الحديد. ما أن يصل الجيش العربي السوري إلى قلعة حلب يكون قد استعاد السيطرة على نحو 60% من الأحياء الشرقية، بالتزامن أيضا مع التقدم المتواجد من هذه التلة المتواجدين عليها تلة الشيخ لطفي باتجاه الأحياء الشرقية. على الرغم من كافة التحصينات إلا أن قواتنا الباسلة دخلت وكسرت دفاعات الإرهابيين واستعادت السيطرة على تلة الشيخ لطفي. وليد هناي، الإخبارية السورية من تلة الشيخ لطفي. أعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار إلى أحياء كرم الدادة وكرم القاطرجي والشعار والمرجى في مدينة حلب. نتابع هذه المشاهد من حي كرم القاطرجي وكرم الطحان.
استشهد 5 أشخاص في بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي جراء استمرار الاعتداءات الإرهابية على البلدة وعلى جارتها كفرية بمختلف أنواع القذائف والصواريخ الثقيلة التي لم تستثني حتى المشفى الوحيد في بلدة الفوعة من القصف، حيث خرج من الخدمة بعد سقوط عدد من الصواريخ الثقيلة عليه. يذكر أن بلدتي الفوعة وكفرية تتعرضان لاعتداءات إرهابية متكررة تسفر عن ارتقاء أعداد من الشهداء وإصابة آخرين. دخلت قافلة من المساعدات الإنسانية إلى بلدتي الفوعة وكفرية المحاصرتين بريف إدلب، حيث كان من المقرر أن تحمل لهم مساعدات ومواد غذائية، إلا أن إرهابي جيش الفتح سرقوا عددا من صناديق الحمولات قبل دخول الشاحنات إلى البلدتين. مراسل الإخبارية السورية حسام الشاب والتفاصيل. بعد صبر وطول انتظار من أهالي بلدتي الفوعة وكفرية المحاصرتين بريف إدلب، دخلت قافلة المساعدات الإنسانية والتي كان من المقرر أن تحمل لهم مساعدات ومواد غذائية، إلا أن إرهابي جيش الفتح سرقوا عددا من صناديق الحمولات قبل دخول الشاحنات إلى البلدتين. نحن أهالي الفوعة وكفرية منطالب الأمم المتحدة بفتح معبر إنساني لدخول كافة المواد الغذائية والدواء وكافة احتياجات الفوعة وكفرية. نحن عندنا نقص في كل المواد، نحن هاي المعونة محدودة، ما فاتت من 7 أشهر الفوعة وكفرية غير معونتين، يعني هاي المعونة يا دوب تكفي شهر لعائلة 5 أشخاص. نحن لازمنا لبس وألبسي والخبز، الخبز لأنه كل 15 يوم عم بتطير بالطيارة، نحن لازم كل يوم تطبون لأنه الطحين ما عندنا أبداً. أهم شيء لبس للأطفال لأنه الأطفال رح تموت من بعدها. أهالي الفوعة وكفرية أكدوا بأنه جرى إيقاف الشاحنات في مدينة إدلب قبل دخولها إلى البلدتين بعد اعتراضها من قبل عناصر تابعة لجيش الفتح، ما يدل على أن هؤلاء الإرهابيين هم من قاموا بتفريغ بعض الأدوية قبل أن تصل المغلفات إلى البلدتين فارغة، وهذا ما أكده الأطباء في مشفى الفوعة، حيث أن صناديق الأدوية التي من المفترض أن تصل كاملة إلى المشفى وصل عدد منها إما فارغا أو ناقصا من الأدوية المطلوبة. أعطونا ولا أمبولي حتى الدكلون، ولاحظنا أنه في بعض كراتين الأدوية كانت مفتوحة ومسروقة منا كتير كميات وأصناف مسروقة منا، فالكميات اللي وصلتنا غير كانت المقررة، وهذا الشيء طبعا بيأثر سلبي على عملنا وخلى المرضى يحسوا بعدم تفاؤل. كانوا متفائلين كتير رح تجينا مساعدات، لكن خاب ظننا وخاب أمننا بهذه المساعدات اللي وصلت لعنا. المسلحين كانوا فاتحين علب وأخذوا كتير أدوية وأصناف كانت بتفيدنا كمشفى للعمل في المشفى. هاي المعونة اللي استلمناها لست أشخاص بدها تكفينا فطور وغدا وعشاء، وما بعرف شو ما نعيش فيها لمدة 20 يوم أو شهر، وما بتكفي لعشرين يوم. جراح أهالي البلدتين لم تشفع لهم لدخول الأدوية اللازمة التي بالكاد تكفي لتغطية احتياجاتهم، ما دفع أهالي البلدتين للتساؤل أين هي الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، ومن يتجاهل حقوق أهالي البلدتين في إيصال احتياجاتهم من الأدوية في ظل الحصار الخانق. للإخبارية السورية حسام الشاب. وللطلاع بشكل أكثر على آخر تطورات في مدينة حلب تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعي من هنالك موفدة الإخبارية السورية ربا الحجلي. مساء الخير ربا. مساء النور حسين لك ولكل مشاهدي الرئيسي والإخبارية السورية. مساء الخير مرة أخرى ربا. قبل أن نتحدث بوصول البعثة التي توجهت إلى مدينة حلب صباح اليوم من الإخبارية السورية، كيف هي الأوضاع في مدينة حلب مع التقدم الذي يحرز على أكثر من جبهة في الأحياء الشرقية؟ حسين، لو بدأنا فعلا ميدانيا وهذا الأهم قبل الحديث عن مهمة الوفد الإعلامي الذي وصل اليوم إلى حلب وهو وفد موسع، نتحدث الكبير الذي شاهدناه من خلال اشتعال جبهات الأحياء الشرقية في حلب. تقريبا كان واضح لنا ونحن على الطريق باتجاه مدينة حلب كيف يبدو حال الأحياء الشرقية، وتيرة المعارك، اشتداد حدة المعارك هناك مع التقدم الكبير والنوعي الذي يحرزه الجيش العربي السوري. اليوم نتحدث عن استعادة حوالي 80% من مساحة الأحياء الشرقية خلال أسبوعين. استطاع الجيش العربي السوري تحرير
تحرير أكثر من 25 حي من أحياء الشرقية بشكل عام. اليوم كان هناك إنجاز جدا هام من خلال استعادة حي الشعار بالإضافة إلى تلة الشرطة. طبعا قبل ذلك حي الشعار هو من الأحياء الهامة التي باستعادتها يكون الجيش قد قضى على المعقل الأساسي لجبهة النصرة في الأحياء الشرقية، بالإضافة إلى تلة الشرطة من خلال استعادتها مكنت الجيش من السيطرة ناريا على المرجى وكذلك الشيخ لطفي. ممهد أيضا في وقت لاحق للجيش العربي السوري بالتقدم نحو الشيخ لطفي وكذلك المرجى واستعادتهما بشكل كامل، ومع استعادتهما يصبح الصالحين بالإضافة إلى باب الحديد مسيطر عليهم ناريا. يذكر أن باب الحديد حسين هو البوابة الرئيسية للجيش العربي السوري نحو قلعة حلب، أي تقريبا بمسافة 500 متر. بعدها سيتمكن الجيش من الدخول إلى القلعة وتحريرها وتأمين محيطها بالكامل. طبعا نحن نتحدث عن تكتيك مهم يقوم به الجيش العربي السوري بهذا التقدم النوعي باتجاه الأحياء الشرقية من خلال الاعتماد حسين على قوات النخبة التي تدخل بشكل عام تقسم الأحياء إلى مربعات وكذلك الأمر تحاصرها، يعني ما مهد من تحريرها بشكل سريع. تنهار خطوط الدفاع بالنسبة إلى الفصائل الإرهابية التي أساسا تعيش حالة اقتتال فيما بينها، ويذكر بأنه إصابة قائد ما سمي بجيش حلب عبد الرحمن نور يتم حاليا البحث عن بديل له. هذه الفصائل التي تتقاتل فيما بينها على ما تبقى لها من مناطق نفوذ وعدم قدرتها على تثبيت خطوط دفاعها أمام التقدم الكبير للجيش العربي السوري. الآن يقول لي الزملاء بأن هناك خبر عاجل، جبهة النصرة للمرة الثالثة على التوالي وخلال وقت قصير تمنع المدنيين حسين من الخروج من الشيخ مقصود. الأحياء المدنية التي أيضا جعلت الجيش العربي السوري يتراجع خطوة إلى الوراء باتجاه التقدم نحو الشيخ سعيد نتيجة اعتماد هذه الفصائل الإرهابية على المدنيين كدروع بشرية. حسين إن شاء الله يا رب يتم تحرير باقي المناطق بشكل كامل في الأحياء الشرقية بوجود الوفد الإعلامي هنالك. تحضيراتكم من أجل الغد باختصار ربما لو سمحتي، كيف الأجواء لديكم؟ ماذا تحضرون إن شاء الله؟ نعم حسين، نحن أرسلنا تقرير ربما سيعرض في النشرات اللاحقة إن شاء الله على شاشة الإخبارية. انطلقنا الساعة 7 صباحا وفد إعلامي كبير من الإخبارية السورية وكذلك من الفضائية السورية، سنقوم بتسليط الضوء على مختلف نواحي الحياة، أهم السلبيات أهم الصعوبات وكذلك الإيجابيات، باعتبار أهالي حلب حاليا يقومون بتدوير معاناتهم ليخلقوا منها حياة جديدة، يخلقوا من الصعاب ربما فرصة ليتعايشوا مع هذا الوضع، مع الأشياء التي قدمتها الحكومة مؤخرا والتي يعني وعدت المواطنين بحلها كمشكلة أزمة المياه وكذلك الكهرباء بالإضافة إلى غلاء الأسعار. عملنا جولة سريعة في الأسعار، لاحظنا وفرة في المواد الغذائية، هناك ارتفاع قليل في أسعار المواد الغذائية، نتمنى يعني ضبط عمليات الرقابة على الأسعار بشكل كبير. سنقوم بإعداد برامج حوارية على مدى الساعة، كذلك نشرات إخبارية ومواجيز كذلك الأمر، سيكون هناك برامج الإخبارية صباحنا غير صباح سياسي، التغطيات الساعة الثانية سنطلع عليكم من مساكن هنانو، أيضا من مركز إيواء للمدنيين الذين خرجوا من الأحياء الشرقية مثلا جبرين بالإضافة إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار والحوارات المسائية. سنكون قريبين من المواطنين في حلب لأننا نحن بحاجة أن نكون إلى جانبهم أكثر ما هم بحاجة إلى أن يكون الإعلام هنا في هذه الفترة. هم اعتادوا، هم مقاتلين بالفطرة، اعتادوا على هذه الصعوبات وكما قلنا يعملوا على تدوير هذه الصعوبات ليخلقوها فرص من جديد. نعدكم بأننا سنكون بتغطيات قد نتمنى أن تكون فعالة، نتمنى فيها أن نضع الأصبع على الجرح لننقل جزء بسيط من التحدي، الطموح، الأحلام، الطموحات وكذلك الصعوبات عند أهالينا في حلب. طيب ربما قبل 6 أشهر لم يكن الوضع على ما هو عليه كما هو الآن، كان هناك قذائف تهطل بشكل يومي على مدار الساعة ومئات الشهداء في حلب أسبوعيا، هل هذه المدينة اليوم الذين يلاحظون انتصارات وتقدم للجيش والحلفاء ماذا وجدتم فيهم على الأقل إنسانيا؟ هذه المدينة التي لم تمت يوما بتاريخ الحرب على سوريا،
نعم صحيح حسين، يعني الصمود الذي يعني لمسناه من أهالي حلب كبير جدا، ربما أعجز كلماتنا أن أحكيها حاليا. كما قلت لك قمت بجولة في بعض الأسواق تقريبا خلال فترة وصولنا السريعة، لكن كان لدينا أصرار أن نذهب نسير في الشوارع قدر المستطاع. يعني كنت أسألهم ما هي أهم الصعوبات بالنسبة لكم كمواطنين، لأنه نحن جئنا لنرصد هذه الحالة، ماذا تحتاجون؟ كنت أول كلام أسمعه كانوا يقولون الله محيي الجيش، طموحنا كبير بأن ستتحرر حلب قريبا، هذا هي الأولوية، بعد ذلك تعالي وحدثينا عن الصعوبات، ولكن أولويتنا أن نرتاح حاليا، أن يبقى الجيش موجود بهذا الزخم الذي نشهده في أحياء الشرقية من حلب، علما بأن القذائف لم تتوقف لحظة حسين عن التساقط. اليوم وخلال وجودنا كنا يعني نرى بأم الأعين القذائف تتساقط أمامنا في العزيزية، في السليمانية، في أحياء حلب الجديدة وغيرها من الأحياء، لاحظنا كثير من الدخان يتصاعد في كثير من الأحياء. نحن موجودين في المقمبو أيضا، حي المقمبو شهد تساقط أحياء قريب من العزيزية والسليمانية كذلك الأمر، قيل لنا بأنه المدارس في أحد المدارس تقريبا ذهب فيها أكثر من 30 شهيد طالب خلال يومين متتاليين. هي كما قلت تتعايش مع هذا الصعوبات، ولكنها تعطينا صور في التحدي كبيرة وكبيرة جدا. الموضوع لا يلقى على كاهل فقط المدنيين هذه الصعوبات، أيضا نعم. على عاتق الجهات الحكومية المسؤولة هنا. إذا أردت أن أتحدث سريعا عن المساكن هنان والتي سنطل عليها يعني على المواطنين من خلالها غدا، نعم. هناك تحدي كبير يواجه المحافظة لإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الإرهاب في مساكن هنانو ناحية شبكات المياه والكهرباء وكذلك المؤسسات الحكومية. هناك حاليا تجري عمليات إحصاء للمساكن التي هي صالحة للسكن لعودة الأهالي إلى، وكذلك أحصاء لما تم تدميره لإعادة تأهيله من جديد وتعود عجلة الحياة إلى هذه الأحياء الشرقية التي حررها الجيش العربي السوري. وفدة الإخبارية السورية إلى مدينة حلب ربا الحجري، شكرا لك ولكل فريق الإخبارية المتواجد معك. انتقدت وزارة الدفاع الروسية بشدة موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من استشهاد طبيبتين روسيتين جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية مشفى روسيا متنقلا في حي الفرقان بمدينة حلب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: إننا كنا نأمل على الأقل باحترام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأنشطة أطبائنا في حلب وإدانتها ممارسات الإرهابيين الذين ينتمون إلى ما يسمى المعارضة، ولكننا استلمنا من اللجنة تعليقات لا تتوافق مع الوضع الرفيع للمنظمة ولا تدل على موضوعية مسلكها بل على لا مبالاتها فقط إزاء مقتل الطبيبتين الروسيتين في حلب. في سياق متصل، أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استهداف المشفى الميداني الروسي الذي أسفر عن ارتقاء وجرح عدد من الكادر الطبي العامل في المشفى. كما أكد وزير الخارجية الروسي لافروف أن ما جرى عملية مخطط لها سابقا. يحيى كوسة والتفاصيل. المغادرة أو الموت للإرهابيين في حلب، هكذا ردت موسكو ودمشق على الرسالة الأمريكية المضمخة بدماء طبيبتين روسيتين استشهدتا باعتداء إجرامي على مشفى ميداني روسي في حي الفرقان بحلب. سوريا أدانت الجريمة وحملت في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين المسؤولية للدول الداعمة للإرهاب، وأكدت أنها لن تترك مواطنيها في شرق حلب رهينة لدى الإرهابيين وستبذل كل الجهود الممكنة لتحريرهم، وأنها ترفض أي محاولة من أي جهة كانت لوقف إطلاق النار شرق حلب ما لم تتضمن خروج جميع الإرهابيين منها. الرد الروسي على الجريمة جاء سريعا وقاطعا ومنسجما مع مواقف موسكو التي استخدمت مع الصين الفيتو ضد مشروع قرار دعمته واشنطن ولندن وباريس لا يضمن خروج المسلحين من حلب. وإذ ألمح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إلى أن مسؤولية قصف المشفى تقع على عاتق رعاة الإرهاب لأنها هي من أعطى المسلحين أحداثيات المشفى، فقد اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس أوروبا توربيون ياغلاند في موسكو أن قصف المشفى عمل مخطط مسبقاً.
الوزير الروسي استهجن تراجع إدارة أوباما عن الخطة التي قدمها كيري في روما حول خروج المسلحين من حلب، وأكد أنه سيتم القضاء على الإرهابيين الذين يرفضون الخروج من المدينة. إن اقتراح خروج المسلحين ليس مطروحا حاليا لأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لم تتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. في حال رفض الإرهابيون الخروج طوعا من حلب سيتم تدميرهم. إدارة أوباما تستمر كعادتها بالتسويف لإطالة الوقت وصولا إلى تنصيب ترامب رئيسا، مرة عبر استخدام الإرهابيين في توجيه الرسائل إلى الكريملين، ومرة أخرى عبر المتاجرة بالوضع الإنساني في مجلس الأمن. بعثة الإخبارية السورية التي وصلت إلى مدينة حلب رصدت الأوضاع هنالك واستطلعت آراء الناس. مفردة الإخبارية السورية ربا الحجلي والتفاصيل. عندما أرسلت الشمس أولى خيوطها كنا على موعد مع رحلة لا تشبه ما عداها حتما. حزمنا الأمتعة، رسمنا كثيرا في المخيلة عن تلك المدينة العالم ونحن في الطريق إليها. حلب هي الوجهة. كعادتها لم تفاجئنا، الزيتون لما يزل حاضرا ينبت هنا ويشرش رغم التعب وقسوة الحرب على طول الطريق المشهد الممتد على تخوم حلب، ورغم ما تبديه من تعب تبقى حواريها المكتظة بقصص الحياة والشهادة وشوارعها المرهقة بخطى الهاربين والحالمين في آن نحو الخلاص. أنا مهاجر من باب الحديد، مهاجر صار لي 5 سنين بالحمدانية فيرك في الجامعة. وعم بتتابع أخبار باب الحديد؟ إيه الحمد لله، قولي إن شاء الله بإذن الله ومشيئته وبقوته وبقدرته إن شاء الله قريبا نرجع لبيوتنا إن شاء الله بقوة الله عز وجل. نحب حلب قد ما منحب الدنيا كلها، لأن حلب هي لو ما منحبها ما قعدنا فيها بهالأزمة هي وبهالحرب الصعبة الشرسة اللي إحنا عايشين فيها. امبارح ما صلي يومين بطل المدرسة، ما صلي يومين نزلت عشان ما لأنه ما دام حد يقدم لي، الظروف صارت صعبة وصعبة وكل شيء غالي. ما بقى حسين كنا بيركين، ما بقى خالص. بتمنى ترجع المدرسة؟ إن شاء الله بعين الله بتمنى هلا أرجع. وبكل ملامحها النبيلة تحكي قصة تاريخ طويل لمدينة احترفت العراقة في الحسن والمدنية والحضارة، ورغم كل أصوات الحرب هذه إلا أنها لم تمنع الأمل في أن يتسلل إلى الحلم زمنا جميلا يزهر من جديد صوت صباح فخري وشادي جميل وفرق الأناشيد والقدود والموشحات، لتضخ في فضاء الآتي أملا في أن بعد الموت للدفلة يفيق الياسمين. خلف ظهرها ألقت أوهام الخاسرين وعلى ناصية الصبر المحفوف بالعشق فوضعوا هنا الزمن في جيوبهم وكانوا عذابا يوميا لأعدائهم. أتمنى من الله اليوم قبل بكرة الفرج إن شاء الله. دعينا دعونا يا جماعة دعونا للفرج. حلب هي أم الدنيا، حلب وسوريا أم الدنيا، حلب يعني ما في أجمل من حلب وأهل حلب. الله يديم علينا من السنة السورية. آمين يا رب. الله يديم علينا من السنة السورية. رجال حبيب محمد. عاشوا استشهدوا فخلدتهم الأرض، توارثوا الحقيقة عندما أعادوا إنتاج حضورهم على طريقتهم. صار أن التقينا يا حلب، وصار أن أترعت عيني برؤياك وأنت تستنشقين عطر النصر، إن عيني اليوم لا ترى غيرا سواك. كريم المولى كريم، كريم المولى كريم، رجعت إيابك يا حلب، رجعت إيابك كريم المولى كريم. هاشي النبي صلي عليه. رجعت إيابك يا حلب، رجعت إيابك يا حلب. ربا الحجلي، الإخبارية السورية، حلب. ولبحث آخر الطورات السياسية والميدانية انضم لنا في الاستوديو الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي والاقتصادي. مساء الخير دكتور. مساء الخير أستاذ حسين. نبدأ بحلب ونختم في حلب. الروح في حلب والقلب في حلب والمشاعر في حلب والمروءة في حلب والشهامة في حلب
والوفد الإعلامي حماه الله في حلب ورقي الشهداء إلى عالم السماوات من حلب. تقول موفدة الإخبارية السورية قبل قليل بأنه الجيش يسيطر الآن أكثر من 80% من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. صحيح. ماذا تبقى؟ أولا بداية اسمح لي على أن أقول رأيي، أنا لا أحب تسمية حلب الشرقية وحلب الغربية، وإنما كما تفضلت وذكرت الغالية روبا الأحياء الشرقية والأحياء الغربية. أقول لك يا أستاذ حسين من خلال قراءة التاريخ أن حلب لا تعرف الانكسارات. حلب نعم تصاب بوعكات صحية، وأنا أعرف جغرافيتها جيدا وأعرف شعبها جيدا وقد عشت بها وأكملت دراستي الجامعية. حلب من أيام الحمدانيين، من أيام سيف الدولة، من أيام أبو الطيب المتنبي، وحلب ترسم معالم المستقبل. وما يجري الآن في حلب هو أكبر من حرب إقليمية أقل بقليل من حرب عظمى. والقرارات الدولية لا أبالغ إذا قلت التي ترتسم الآن في كل المحافل الدولية، إذا دخلنا بالعمق نرى على أن مصدرها حلب، وبأنها متأثرة بشكل مباشر وغير مباشر بما يجري في حلب. قد يكون هذا الكلام إخوي المشاهدين اسمح لي أن أتوجه للرحمة لشهداء الدولة السورية وتوسل الله بالشفاء العاجل للجرحى وأطلاق سراح المختطفين، وللطبيبتين الروسيتين الرائعتين الجميلتين اللتين ارتقيا إلى عالم السماوات وأثبت على أن الدم السوري مع دم الحلفاء اجتمع سوية على الأرض السورية تحديدا في حلب. أقول تذكر أستاذ حسين منذ فترة ومع سيادتك كان هناك ما يدعى معركة حلب الكبرى. وكان الجبير يصرح. نعم كان الجبير يصرح. أنا الآن أقول لك بصدق أصبحت مشتاقا لأسمع تصريح واحد للكسير للجبير، تصريح واحد. وكأن مملكة قطر العظمى بين قوسين هي التي تتولى هذا الموضوع. نقول حلب، وقبل أن أدخل إلى الاستوديو، هناك صراعات دموية حصلت بين هذه العصابات الإرهابية، بين كتائب أبو عمارة وبين حركة نور الدين الزنكي وبين داعش والنصرة. وأنا هنا أحذر من تغيير اسم جيش فتح الشام أو جفش إلى اسم آخر لكي تتجنب العقوبات الدولية. حلب الأحياء تعود إلى حضن الوطن. أنا أقول، واستمعت الغالية روبا عندما ذكرت بين باب الحديد وقلعة حلب. تصور أستاذ حسين في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي كان هناك قهوة جميلة جدا تصل بين باب الحديد وقلعة حلب، يجتمع بها المثقفون من كل المشارب السياسية ويتحاوروا. أتى هذا الظلام، أتوا هؤلاء الإرهابيين بدعم من هذه القوى، وللأسف قوى تنشد الديمقراطية بين قوسين كبريطانيا التي تدعم آل سعود وتفتخر الآن، وفرنسا وكما أطلق عليهم أستاذ الدكتور بشار الجعفري الفرسان الثلاثة تدعم كل هذه القوى الظلامية. إذن أقول حلب الآن أحياء تعود، كرم القاطرجي يعود، كل الشعار يعود، شيخ سعيد يعود، شيخ مقصود سيعود، محطة بغداد ستعود، الأشرفية ستعود، حي النيرب سيعود، المطار سيعود. في مشكلة، في أعداد كبيرة من الإرهابيين موجودة في مدينة حلب. لكن أقول لك مثلا الشعار، هناك أعداد كبيرة من الإرهابيين وأكثرهم من أصول دعني أقول أجنبية، وبشكل نعم وبشكل خاص من تركيا. أنا عندما قلت يوم من الأيام حوالي 20 يوما أن تركيا أردوغانية أرسلت 6500 مجرم من عتات المجرمين، قال البعض وهمسوا في أذني أن هذا من أين المعلومات؟ المعلومات من قوى المعارضة التركية. الآن أردوغان مصيره السياسي إلى حد ما لا أقول سينتهي ولا سيتأثر بما يجري في حلب، وقاب قوسين أو أدنى إعادة كامل حلب التي كما قال السيد الرئيس الدكتور بشار أسد ستكون منصة للانطلاق إلى أماكن أخرى لإعلان النصر النهائي على كامل أرجاء. أعداد الإرهابيين الكبيرة التي لا زالت موجودة فيما تبقى من الأحياء الشرقية في مدينة حلب، ما راح يكون مصيرها؟ أمريكا مرة أخرى تفشل الاتفاق ما بين أمريكا وروسيا. مصلحة أمريكا تستثمر في الإرهاب، دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها. نحن انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من الحرب على الأرض السورية. رأي شخصي، رأي شخصي، الآن أغلب دول العالم بدأت تتحسس الأعمال الإجرامية لهذه العصابات الإرهابية. الآن بدأت أكثر الناس، يعني عندما تقرأ تقرير لمركز إيفريل الألماني 350 ألف مجرم أتوا من أصقاع الأرض إلى الأرض السورية. هل تعلم أن هناك صديقي العزيز أستاذ حسين دول لا تمتلك في جيش 350 ألف مقاتل ومن كل الجنسيات؟ وأنا عددت الدول التي أوردها التقرير حوالي 122 دولة، وأنا أصدقك القول وأنا يعني متخصص في الجغرافيا الاقتصادية إلى حد ما. هناك دولة لم أسمع بها
بحياتي حتى عدت إلى القاموس الاقتصادي. إذن أقول نعم الآن حلب كلهم توجهوا إلى سوريا وإلى العراق، وهنا فاتني أن أشير أي انتصار في الموصل هو انتصار في حلب، وأي انتصار في سوريا هو انتصار في 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 العراق الشقيق والحبيب. وامتزج الدمان على أرض قدسية مقدسة. أقول أمريكا مصلحتها أن تضع نوع من الشيطان يشيطن المنطقة. تذكر أستاذ حسين في بداية الأحداث كانت أمريكا تشيطن الشعب السوري بأكمله. تقلصت هذه الأمور، تقلصت. الآن هذه البطة العجوز العرجاء تخرج من إدارة إلى إدارة، من إدارة أوباما إلى إدارة ترامب. أنا لا يعني هنا أشير إلى نقطة أهم سمحت لي باختصار، أن سعادتنا بفشل كلينتون لا يعني ابتهاجنا بنجاح ترامب. معروف السياسة الأمريكية. أشكرك على وجودك معنا وأسف لضيق الوقت. الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي والاقتصادي، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ حسين. أؤكد على كل من يدعي حرصه على تحقيق مصلحة الشعب السوري، سواء في تخفيف معاناته الإنسانية أو التوصل إلى حل سياسي بقيادة السوريين كما تقولون أنتم، أو القضاء على أفة الإرهاب، فعليه أن يطرق باب الحكومة السورية، والعنوان معروف للجميع. مع تقدم الجيش العربي السوري في القرى والبلدات القريبة من جبل الشيخ، يفر الإرهابيون المدعومون إسرائيليا إلى بلدة شبعة اللبنانية، ما يشكل خوفا لدى اللبنانيين من تحويل البلدة إلى عرسال ثانية. مراسلة الإخبارية السورية نور الحاج والتفاصيل. شبعة مجددا إلى دائرة الضوء من المنظار الأمني ووصول النيران السورية إليها على خلفية الاشتباكات الجارية في المقلبين الغربي والشرقي لجبل الشيخ بين الجيش العربي السوري وتشكيلات ما يسمى بالجيش الحر وجبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من بلدات بيت جن وعرنة والغوطة الغربية. هذا الهاجس والقلق مشروعين في ظل الارتكابات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية، إذا ما وصلت إلى مأزق معين بان أي معركة تتعرض لها وأي مواجهة تتعرض لها هذه المجموعات. بالتأكيد طبعا ما يطمئننا هو أكثر من عامل، أهمها العامل الجغرافي كون هنالك مسافات بعيدة. الإنجازات الكبيرة للجيش العربي السوري في منطقة الجنوب السوري تدفعه قدما إلى تأكيد وجوده الثابت على تلال جبل الشيخ، إنجازات شهدها العالم وفاجأت العدو الإسرائيلي الحاضن الرئيسي والحاضر دائما إلى دعم الإرهابيين الذين يهزمون ويفرون من أمام هذا الجيش العظيم وحلفائه. العامل الإسرائيلي قد يكون في أي لحظة مساعد وحاضن لهؤلاء المسلحين وهذه المجموعات الإرهابية لمساعدتهم للانتقال إلى مكان آخر، أو بالدعم المباشر لهم وهم في داخل الكرة السورية، أو بمساعدتهم للانتقال إلى داخل الأراضي اللبنانية لإثارة بعض الفتن والقلاقل، وهذا دأبه وهذا ما يفعل له دائما العدو الإسرائيلي أينما سنحت له الفرصة. هذا ما كان يزيد مساحة القلق والهواجس لدى أبناء مناطقنا بشكل أساسي. فرار الإرهابيين أمنته لهم المواقع الإسرائيلية إلى بلدة شبعة اللبنانية، ما أقلق اللبنانيين من أن تصبح شبعة عرسالة ثانية وأن تأوي إرهابيين وبحماية إسرائيلية. كلما ارتفعت أكتاف جنودنا في الجيش العربي السوري كلما زادت هزيمة المسلحين هاربين إلى مناطق أخرى ليعبثوا فيها فسادا وإجراما، فهل تتحول عرسال إلى شبعة منطقة خطرة تهدد الأمن والاستقرار؟ نور الحاج، الإخبارية السورية، من مزارع شبعة، جنوب لبنان.
التقى وزير الصحة نزاري أزجي مع نائب وزير الصحة البيلاروسي بحضور سفير جمهورية بيلاروسيا في سوريا في مبنى وزارة الصحة، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات. تقرير رام عمر. تركز لقاء الدكتور نزار يازجي وزير الصحة مع نائب وزير الصحة البيلاروسي فاليري شيفشوك والوفد المرافق حول آفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية. وعبر الوزير يازجي وشيفشوك عن الرغبة بتطوير الصناعات الدوائية وفتح الأسواق بينهما كجزء من التكامل في المجال الصحي والطبي. اليوم نحن استقبلنا الوفد البيلاروسي معاون وزير الصحة البيلاروسي والفريق القادم من بيلاروسيا يرغبون بزيارة معامل دواء ومشافي وزارة الصحة، وغدا سيكونون في مشفى دمشق من أجل رؤية الواقع الصحي ورؤية وزارة الصحة بعد 6 سنوات من الحرب أنها تستطيع تقديم الخدمات الصحية الكاملة إلى جميع المواطنين في كافة الأراضي السورية. Ну, основная цель любого визита врача к врачу – это установить возможности для сотрудничества. الأهم هدف زيارتنا هي وهدف زيارة طبيب لطبيب آخر هو لإقامة التعاون. Ну и третье – наладить кооперационные связи между производителями лекарств, медицинской техники, сирийскими и белорусскими. والهدف الثالث أيضا هو توطيد العلاقات لمنتجي الدواء في بيلاروسيا مع زملائهم وشركائهم في سوريا. открыть рынок для сирийских товаров в Беларуси и, соответственно, попробовать, чтобы наши лекарства или наши изделия были на рынке Сирии. طبعا وفتح الأسواق للبيلاروسية للمنتج السوري الدوائي السوري، وأيضا المحاولة لأن أيضا دخول منتجاتنا للسوق السورية. نائب وزير الصحة البيلاروسي أشار إلى أن بلاده وقعت قرارا بتحديد قيمة لتسجيل الدواء السوري مماثلة للدواء البيلاروسي لتسهيل دخوله إلى البلاد، وعبر عن استعداد بلاده واهتمامها لإقامة معمل ومصنع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية استعدادا لمرحلة إعمار سوريا. أكد رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة بإداراتها المتعاقبة لا تقيس سياسة كيانه الاستيطانية، متوقعا عدم تغيير إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لهذا الأمر. غزل سياسي غير عذري بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. رئيس حكومة كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بإداراتها المتعاقبة لا تقيد سياسة كيانها الاستيطانية ولا التوسعية، متوقعا ألا تغير إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ذلك. كلام نتنياهو جاء بعد توصل حزبي الليكود والبيت اليهودي إلى تسوية للتصويت على مشروع قانون تبييض البؤر الاستيطانية بعد تعديله ومصادقة المستشار القضائي لحكومة الكيان عليه. المسؤولون الأمريكيون وعبر تاريخهم يكتفون بتبني مواقف كلامية ترفض سياسات التوسع الاستيطاني التي ينتهجها الاحتلال، لكنها على أرض الواقع لا تتخذ أي موقف رادع لذلك. ففي الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأمريكية رفضها للاستيطان إلا أنها فعليا تدعمه في الخفاء بواسطة جمعيات وتنظيمات صهيونية تعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ملايين الدولارات تشارك في جمعها نحو 50 منظمة أمريكية موالية للنفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة، ويوجه نشاطها مقربون من نتنياهو وأعضاء حكومته، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. لكن على من تقرع مزاميرها الإدارة الأمريكية. موقع جلوبال ريسيرش يشير إلى أن التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش العربي السوري والانتصارات المتلاحقة على الإرهاب وخصوصا في حلب يجعل واشنطن وحلفائها في أوروبا يرتعدون خوفا من هزيمة إرهابيهم في حلب. هاشتاج هذه الليلة. قبل الختام تذكير بالعناوين.
وحدات من الجيش تسيطر على عدة أحياء في حلب، من بينها كرم الدادة وكرم القاطرجي والشعار والمرجع. سوريا تدين القصف الذي استهدف المشفى الميداني الروسي الذي يقدم الرعاية الصحية لضحايا الإرهاب. نتنياهو يغازل ترامب متوقعا المزيد من دعم سياساته الاستيطانية في فلسطين المحتلة. الرئيسية انتهت، حياكم الله.